أصدقائي شلونكم؟ إن شاء الله تكونون كلكم بخير. أدري السيتاب من هذا الفيديو مختلف عن العادة، فغيرت ديكور الغرفة، فلحد الآن ما أدري شون راح أسوي. أبدي أصور يعني شون شكل التصوير الجديد، وشعري طولان وتجيني أفكار من القص مالته، بس خلينا قاعدين وساكتين، خليه طويل بعدين عود قصة. بس ما أدري ليش، يعني بس أشوف شعر قصير بالإنترنت يجيني شعور انه انا اريد اقص شعري، ما اعرف ليش. المهم اشتريت انا اليوم عطر، طلعت اشتريت هذا العطر حياته، فتحته قبل شوي. راح ارسم عليه. انتو قلتوا لي، انتو ردتوا، انتو طلبتوا انه اسوي الترند مال تيك توك، فراح اسويه انا اليوم. بس طريقه هاي الفيديو راح تكون شويه مختلفه، راح نسولف شويه ونحن احنا نرسم، يعني راح احكي لكم انا شنو راح اسوي لما نرسم، لانه عاجبني هيك اسوي، ما ادري ليش. هذا الستاند من الرسم الجديد باي ذا واي، واللي ورا هياته القديم القصير اللي يثبت على اليس، هذا اللي يثبت على على الارض. يعني الكاميرا باي صايره اللي فوق، هذا اللي يثبت على القاع، هذا اللي رسمت بيه لوحه نور ستارز، ذاك اللي ورا اغلب لوحاتي مسويت عليه. ها، واللي ورا القديم اللي ورا هذا الصغيروني انكسر وعلي صلح لي اياه. دست عليه اول يوم جابيه الستاند الكبير، اني دست على الصغير وكسرته، يعني حف كلش لطيف يعني. اوكي، فاليوم كان عندي دروس ونسيت احضره، يعني البارحة ما اجى على بالي انه اليوم كان عندي دروس اونلاين. اني بالعادة اثنين وثلاثة وجمعة عندي دروس اونلاين، ف اليوم نسيت وما اجي على بالي، وقعدت الساعة 11 الصبح، مو 11 حتى 12. راح اشوف كم فيديو على التيك توك انه شلون راسمين هذه الرسمة اللي على الجام. هذا هو اللي مبين انه هم يرسمون من جهة، بس اللي يبين بالجهة الثانية شي ثاني. اوكي، راح نجرب اول شي امسح المراية لين انترست شو اسمه طبعات من اصابعي، امسحها، مو مراية جامعة، امسحها ونسوي الرسمة سوا. اوكي، اللي حاب يجرب الترند همي نخلي يسوي، لانه مبين كلش ممتع. فراح اروح اجيب لي جرين تي، لانه شوية معدتي ما ادري ايش فيها توجعني ورا ما اكلت اندومي، فراح اسوي جرين تي ونرجع نرسم. اوكي، همينا اشتركوا بالقناة قبل لا تكملون الفيديو، حطوا لايك همينا اذا راح يعجبكم الفيديو، وبس هاهي. اوكي اصدقائي، اليوم هو اليوم الثاني. اوكي، احس الكاميرا مسوي زوم لو شنو. المهم اليوم هو اليوم الثاني. اوكي، اختاريت الشخصية اللي انا راح ارسمها اللي هي من بونغو ستراي دوكس، انمي كلش احبه. راح ارسم اكتاغاوا اللي هو صح من الشخصيات الشريرة بهذا الانمي، بس لانه انا احبه كلش فراح ارسمه. سويت تصويت على الانستغرام، يعني اذا انه انتو ياو تريدون ارسم اكتاغاوا لو تشويا، ثياتهم من الأشرار بهذا الأنمي واني ثياتهم أحبهم. تشويا حصل تصويت أعلى من أكتاغاوا، بس أنا رح أرسم أكتاغاوا لأن كلش عاجبني، أحس يطلع لأن هو لبسه أسود ونهاي الشغلات، فحسيته يطلع حلو أحلى بالرسمة، فرح نرسم اليوم ورح أشوفكم الطريقة شلون. طلع إنه لازم نطبعها من A4 ما أعرف شنو، بس أنا ما طبعت ورقة A4 لصورة أكتاغاوا، رح أطبعها من اللابتوب، يعني راح احط اللابتوب واطبع الصوره على الجامعه هيك. وها هي هسه اسوي رسمه. اوكي يا جماعه، رسمت الرسمه على الورقه من اللابتوب،
هسه راح اخذ الجامع، راح اخذ الكتابة هم وياها. قربتها اكثر من المعتاد، بقى هي رسمة كبيرة بالعادة، بقى بيها نيجي واشياء هيجي، بس الكتابة ما قدرت اخذها كلها. شوفوا هنا هاي الحرفين ما قدرت اخذها، فهيجي راح تصير. هسه الشي راح اسوي، راح ارسم على الجامة هذه بالاقلام الحبر اللي هي اعتقد هاي تضبط هاي، وراح استخدم اكريليك اسود لانه هذا الحبر ممكن يكون شوية كلش سميك على الرسمة، والخطوط تشوفوها رفيعة، فممكن استخدم اكريليك اسود همينة. راح نشوف. يا جماعة لقيت قلم ثاني اللي هو قلم السيديات، كان اخويا يستخدمه المادة السيديز، فشوف الطرف مادة شلون رفيع، هو لونه كلش فاتح، بس راح استخدمه للتحديد لهذه الجهة، بعدين الجهة الثانية راح استخدم فشي اغمق من هذا. اوكي اوكي يا جماعة، رسمتها بالقلم، خلصت. ما قدرت اصور لكم واني دا ارسم لانه اريد لما اعكس وجهي على مود لا يبين على الكاميرا، يعني على مود لا يبين بالتصوير، راح ارسم الرسمة غلط لان الجامة تخينة، فاشيلها هسه من الواقع. هنا عندي الرسمة، واو صح جنن، كلش حلوة. اشيل اللاصق، شوفوا من وجهي لولو، شوفي على الكاميرا واحد هاي توفي يمين. جدي ايش تريدون؟ ايش تريدون؟ انتي حتبقين هنا لو شنو؟ ايش تسوي؟ تريدني افتح الباب؟ تبي تبقين يمي؟ انا فتحت الباب. باي. انت تبقين هنا؟ تبقين يمي لولو؟ تبقين يمي؟ اوكي يا جماعة، هسه راح ابدي الونها. هسه راح الون باكريليك وفرشة كلش صغيرة مثلا، وهذه الفرشة اعتقد بس هاي الالوان راح نحتاجها، لان هي اللوحة كلها بس هاي ثلاث الوان، يعني ادمج عود وعدل على الالوان الباقية. ف اوكي راح ابدي بس الون داخلها بدون ما اعبر الخطوط السوداء، ولو التحديد مو كلش عجبني لانه حسيته فاتح شوي على رصاصي مو اسود، بس يلا مو مشكله.
راح اشوفكم الظهر مالتها بعدين. هسه اكو بقع من الجهة الثانية، لان الميل صار بالوان، فمن الجهة الثانية صار عجامة خرابيط، فراح امسحها بالاسيتون بس ورا ما تنشف وبعدها ما ناشفة. كلش تعبتني صراحة، ما توقعت هيك هالقد راح تطول بطول برسمها، لان دائما انتظرها تنشف واسوي طبقة ثانية على مود يبين اكو شفافية بالجزء اللي ورا يعني. هسه اشوفكم راح تفتهمون شنو قصدي لما اقلبها واشوفكم. اوكي يا جماعة I'm back. راح انظف الجهة الثانية من الرسمة بالقطن والاسيتون. الجهة الثانية المرسومة راح احط اسيتون، راح انتبه انه ما يجي على ظافري لان ظافري بيها صبغ، خاف تنمسح. فوق هذه الجهة المرسوم عليها، جاهزين او ما جاهزين؟ وهذه هي الرسمة بيها اشياء اريد انظفها، فسرح انظفها. ستشوفون من هاي الجهة راح امسح الرسم الموجود بهاي الجهة. اوكي قطنا لخ باعه، الحبر كله راح. راح اخذ مرة لخ، هي مرسومة من الجهة الثانية، خاف تسألون شي، مرسومة من الجهة الثانية هم بالحبر، بس انا على مود الكتابة صار عندي كتابتين بجهتين، على مود الكتابة اليونان، على مود الكتابة اليابانية ما تنعكس، فصار اكو جهتين. هذه الرسمة من ورا، واحد اثنين ثلاثة. صراحة كلش 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 عجبتني، يعني ما توقعت النتيجة تطلع هيجي من أول تجربة، وصراحة تعب هواية لأن دائما أنتظر طبقة تنشف وحط فوقها طبقة، لأن الجام يخلي أكو شفافية باللون، فأرجع أسوي طبقة ثانية. وهاي الشيء اللي استصعبته أكثر شيء إنه فرجي مو كلش ناعمة، فصار شوية صعوبة انه اخذ اطراف الشعر شوية مثل ما هي بالرسمة موجودة، فهيج طلعت كلش عجبتني. قولوا لي بالتعليقات شنو رأيكم، وهل انتو راح تجربون هذا الرسم على الجام او لا؟ برأيي التجربة كلش حلوة، تقدرون تجربون الرسم واللي عجبه يسوي منه هواية. خلي اجرب احطها بالعطر ثواني اشوف انه هل راح تطلع حلوة؟ تكلها بالعطر؟ حلو يعني لا بأس، بس لو العطر غير لون كان طلع أحلى، بس ما أدري. اكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم، وإذا عجبتكم الرسمة أو لا، وإذا حابين أسوي من الفيديو هذا جزء ثاني اكتبوا لي بالتعليقات، ومنو يا شخصية حابين أسوي. أنا كنت مسوي تصويت مثل ما قلت لكم، حطيت دازاي وأكتاغاوا، فهو بالعادة اللي فاز دازاي، بس أنا عجبني أسوي أكتاغاوا لأن كلش كلش أحب أكثر من دازاي. دازاي لا، مو كان دازاي، كان التصويت بين شويا وبين أكتاغاوا، واللي فاز شويا، بس أنا سويت أكتاغاوا، حسيته يطلع أحلى ما أعرف. فقولوا لي بالتعليقات شنو رأيكم، رأيكم كلش مهم، لازم تكتبوا لي تعليق وجو وتكتبوا لي شلون يعني شلون طلعت النتيجة. هذه أكيد مو آخر مرة أجرب بيها هذا الرسم، راح أسوي وحدة لخ، بلكي أسويها أكبر على إطار أكبر وعلى اللي قبل غرفة. وبس هذا كل شيء كان الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم، استمتعتوا وتشوفوه. اذا عجبكم لا تنسون تحطون لايك، اذا حابين اسوي من هذا الفيديو جزء ثاني وصلوا هذا الفيديو 5000 لايك، واكتبوا لي جوا اسم الشخصيه اللي تردوها بالفيديو القادم من الانمي طبعا، اوكي مو شخصيات حقيقيه، من الانمي، لان الانمي يسهل الرسم على الجام، لانه ماكو يعني الظلال رسمها سهل، اسهل من رسم الظلال الحقيقي برسم الانمي. فاكتبوا لي شخصية اللي حابين اسوي الفيديو القادم، وبس احبكم كلش 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 هواية، واشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.